مشروع التطبيقات الرقمية للمعلم. معا نحو التمكين الرقمي للمعلم. الهدف العام للمشروع اكتساب المعلمين مهارات تقنية حديثة والتي ستساعدهم في جعل الحصة الدراسية اكثر متعة وسهولة. يتكون المشروع من 4 مستويات. المستوى الاول الادارة الصفية. المستوى الثاني الفيديوهات التعليمية. المستوى الثالث العروض التقديمية. المستوى الرابع الاختبارات الإلكترونية. لقد قمنا باختيار التطبيقات لكل مستوى بناء على المعايير التالية. أولا يجب أن يكون التطبيق سهل الاستخدام. ثانيا يجب أن يكون التطبيق سهل التصميم. ثالثا يجب أن يدعم اللغة العربية. وأخيرا يجب أن يكون مجانا. تم تصميم حقائب تدريبية لكافة التطبيقات المطلوب تنفيذها في المشروع. أخي المعلم، هذا المشروع صمم لك فاحرص على المشاركة فيه بفعالية ونشاط.